انا عندي سؤال شخصي ليك معلش، والوقت بيجري نعم. مني معلش، انا بس عايز اسالك سؤال والله بجد، يعني سيبك من مصر وسيبك من موقفنا من نظام السيسي، لكن انا بسالك انت كخبير اقتصادي، ايه سر التضخم اللي في دول كتيره في العالم؟ يعني مثلا لسه كنت بقرا تقرير عن تركيا، التضخم في تركيا رهيب جدا، وبرضه بيتكلموا على انه لابد من تخفيض العمله وتوقعات بتخفيض العمله. دول كتير في العالم بتعاني من التضخم وارتفاع الاسعار والحاجات دي وتدني الاجور. هو العالم اقتصاديا بقى ايه اللي حاصل في العالم وانا نايم مش واخد بالي؟ لا انت مش واخد بالك، لان عمله العالم كلها ما عدا القليل جدا منها مرتبطه بقيمه الدولار. الدولار له سعر، الدولار في علاقته مثلا باليورو او علاقته بالفرنك البرنسي او بالجنيه المصري علاقه تاريخيه، و بتبقى على مستوى يا اما مستقر يا غير مستقر. اللي حصل في امريكا ان بايدن لما جه قال انا عايز اعمل بنيه تحتيه، البنيه التحتيه دي كانت هتكلفه 3 تريليون دولار بقت 6، فهو علشان يعمل البنيه التحتيه دي احتاج يقترض 6 تريليون دولار. الاقتراض امريكا، اقتراض امريكا 6 تريليون دولار رفع الفايده، ورفع الفايده رفع التضخم، فامريكا بدات رفع التضخم، فامريكا قالت انا هحارب التضخم. طريقه حرب التضخم في اقتصاد منظم زي امريكا ومتقدم ان هو بيرفع الفايده رفع الفايده بيعمل انكماش، الانكماش بيقلل من التضخم. فلمده سنتين هم رفعوا الفايده 18 مره نسب ربع او اقل، يعني نسب قليله جدا 18 مره، فخفضوها لحد دلوقتي وهي 5%، وخفضوا معدل التضخم كان وصل حوالي 9 وصل 2 دلوقتي 3.2%. انما وهو بيحدد سعر الدولار في لجنه من ما يسمى الفيدرال ريزيرف اللي هي الاحتياطي الامريكي، بتجتمع مره كل شهر يوم او اول 4 من كل شهر، ويقرروا سعر الفايده هيبقى ايه علشان التحكم في التضخم. علاج التضخم ملوش الا حل واحد، يعني معقد جدا على فكره، انما ملوش الا حل واحد وهو ان انت ترفع الفايده. فامريكا رفعت الفايده، لما امريكا رفعت الفايده زودت قيمه الدولار، لما زادت قيمه الدولار انخفضت العملات الاخرى. فالعالم كان يعني امريكا بدات التضخم في العالم وصدرته للعالم. صدرته عن طريق ربط العمله بتاعتها بعملات العالم. يعني امريكا، يعني دكتور محمود، يعني التضخم اللي بنشوفه في دول كتير في العالم ده هو منتج امريكي؟ في بدايته بالتاكيد منتج امريكي، انما انا عايز اقول لك ان خلال هذا الشهر هتلاقي امريكا هتعكس، وبدل ما ترفع الفايده هتبدا تخفض الفايده. تخفيض الفايده معناها ان قيمه الدولار هتنخفض نسبيا، هيبقى له اثر ده على الجنيه، على الليره هيبقى له اثر، انما حجمه قد ايه متوقفه بقى على هذه البلاد وضعها والاحتياط اللي عندها ايه وهكذا. انما امريكا بتعكس دلوقتي اللي بدأته من 3 سنين. ما انا ده اللي كنت عايز بس افهمه، لاني كنت شايف دول كتير في العالم بتعاني من التضخم، من ارتفاع الاسعار، كل ما تقرا التقارير الاقتصاديه لم اكن جاي من امريكا.